طوابير انتظار في مخيم دير اسماعيل خان للنازحين للتسجيل من أجل استلام المساعدات من الحكومة الباكستانية. قيمة المساعدة 5000 روبية، أي أقل من 60 دولاراً للعائلة. هذه العائلات فرت من القتال الدائر في جنوب وزيرستان بين الجيش الباكستاني ومقاتلي طالبان، وأغلب النازحين هم من المتعاطفين مع طالبان. هناك طالبان في منطقتي، إنما من المحليين وليس الأجانب. طلاب بسطاء يضعون قوانينهم الخاصة، أرسوا السلام وفرضوا العدالة. يتجمع النازحون في استاد رياضي تحت إجراءات أمنية مشددة، والجيش الباكستاني قلق من نجاح متمردي طالبان في الاختباء بين المدنيين. هذه المرة الأمم المتحدة توزع المساعدات عبر طرف ثالث. نعمل مع منظمات غير حكومية تعرف المنطقة وتقوم بالتسجيل والتوزيع من خلالنا. وزيرستان الجنوبية هي واحدة من أكثر المناطق النائية والمحافظة ضمن منطقة الحزام القبلي. بالنسبة لبعض النساء، إنها زيارتهن الأولى لطبيب. لا أريد أن أذكر اسمي. أمي، هل تتكلمين أنت؟ الطائرات قصفت قريتنا ودمرت كل شيء، وقبل تدخل الجيش كانت حركة طالبان تعيش بيننا وتسبب بعض المشاكل. نحن أناس بسطاء. وفق الثقافة البشتونية التقليدية، الضيافة واجب، وغالبية النازحين يبقون مع أقاربهم، ولكن محمد يدرك مخاطر الفرار من القتال. الطالبان حذرونا وقالوا لنا اذهبوا واحضروا مساعدات من دير إسماعيل خان، ولكن عند عودتكم عليكم مواجهة النتائج. الهجوم في منطقة مضطربة قد يستمر لأشهر، فالقرى دمرت جراء القتال بين الجيش وما يقدر ب10,000 مسلح. وبالنسبة للعائلات، العودة إلى الديار تبقى مجرد حلم بعيد المنال.